حياكم الله إلى ما كنتم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الموجز الاقتصادي يأتيكم من قناة الرافدين. كشف خبراء ماليون ومصرفيون أن عدد البطاقات المالية الإلكترونية تجاوزت 20 مليون بطاقة في العراق، وأن المبلغ الذي يسمح التعامل به يوميا عبر البطاقة هو 1400 دولار للبطاقة العادية. وقال الخبراء إن جزءا كبيرا من الدولار في الأسواق العراقية يذهب إلى إيران، مشيرين إلى أن الهدف من زيارة مساعدة وزير الخزانة الأمريكية هو إيقاف تهريب الدولار عبر الحدود. قالت وزارة المالية في كردستان العراق إن مبلغ 700 مليار دينار الذي سيتم إرساله من بغداد على شكل قروض سيخصص لدفع رواتب شهر تموز. يأتي هذا التطور بعد موافقة حكومة بغداد على تمويل أربيل لتسديد رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة الأخيرة، في وقت أعلن رئيس حكومة كردستان العراق مسرور بارزاني أعلن التوصل إلى اتفاق مع السوداني يتعلق بتأمين رواتب المواطنين. نظم اتحاد المقاولين في محافظة ذي قار وقفة احتجاجية أمام مبنى دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي احتجاجاً على تأخر صرف مستحقاتهم المالية. وقال المقاولون إن مستحقاتهم المالية توقفت بتوجيه من الجهات المختصة بحجة إرسال وتصفية حساباتهم إلى بغداد حتى يتم صرف المستحقات القديمة. وأضاف رئيس الاتحاد علي كاظم أن مطالب الوقفة الاحتجاجية متضمنة إلغاء الكتاب الخاص بإيقاف مستحقاتهم مع إلغاء غرامات التأخير للسنوات السابقة والتي جاءت بسبب ظروف المحافظة ومنها جائحة كورونا. ارتفع سعر برميل نفط بيجي الأبيض في أربيل إلى 180 ألف دينار، في وقت أكد أعضاء في بورصة المشتقات النفطية أن الأسعار سترتفع أكثر بعد هطول الأمطار. وكان يباع برميل النفط في بورصة أربيل ب 167 ألف دينار قبل أن يصل إلى سعره الحالي وسط توقعات بارتفاعه. توفر سوق الوقود في أربيل مشتقات نفطية من بيجي والبصرة وبغداد وبازيان وكركوك، إلا أن الطلب على نفط بيجي أكبر بسبب جودته العالية. قالت وزارة الثقافة والسياحة والآثار في العراق إنها أغلقت أكثر من 170 شركة سياحية غير مجازة. وقال مدير المجامع السياحية في وزارة الثقافة مهدي الغضوان، قال إن القرار جاء على خلفية ممارسات الشركات غير القانونية لهذه الشركات كعدم التسجيل الضريبي ومن ثم التهرب وعدم سداد الضرائب والرسوم القانونية المفروضة من حيث التأسيس ومنح الإجازة والعمل والغرامة وعلى المستوى القانوني بارتكاب جرائم تزوير تذاكر السفر للحصول على العملة الأجنبية. والآن هذه انتقالة سريعة مشاهدينا الكرام إلى أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
نهاية الموجز الاقتصادي بأمان الله.